حنايا يلا جاتنا الخبر هاد الصباح ومازال معاشي تحرق معاشي 12 لاروب فاش تحرقوا شعلت فيهم العافيه. ولد عمي مسكين كيغوت قال دابا الجيران كيعاودوا لنا قال لك حنا كوكي اللحم ديالو كيطيح. ولدو مسكين طاح من تفرقعات البوطه طاح بالحيط ديالو الدري بالمطا ما عنده شي 10 سنين هكاك باقي صغير. وبنتو دابا حتى هي تحرقات عندها عمليه قال لها نهار اثنين وهو دابا طلبوا لنا شي حديد وداك الشيء باش يدير ليه العمليه دابا. ومراتو بنتو الكبيره تاع ما كلشي محروق ولكن اللي كلا الدق ولد عمك سعيد ولدو الصغير وبنتو شنو وقع الدري هو باقي ما عرفناش في الانعاش في بنورس بلاص الدراري الصغار ما عرفناش شنو كاين نهائيا. والبنت عندها عمليه نهار اثنين وهو دابا تا هو يا خاص يدير دابا عمليه حكايه يعاودو كيقول لك اللحم ديالو غادي كيطيح وكيغوت وكيقول لك عتقوا لي يا ولادي الجيران عتقوا لي يا ولادي كيقول عتقوا الجيران عتقوا لي يا ولادي ولادي ولادي. ودابا عطاونا في السبيطار عطاونا الورقه باش نشريو ليه الحديد وداك الشيء باش يديروا ليه عمليه والدري باقي ما عرفناش شنو كاين. دابا امو مسكينه ما عرفت فين مشات تقلب شنو خاصها دير حتى هي محروقه لا هي لا بنتها الكبيره محروقه في اليد وفي في اليدين وفي وجههم. ولكن البنت من ريزقو من بني ريزقو قالوا لها سيدي نهار اثنين وجبتي العمليه نهار اثنين عاد دير عمليه سقطوا هذا الحرق والعافيه نهار اثنين عندهم ويديروا لها عمليه قالوا لها سيدي بنادم يتالم حتى نهار اثنين بزاف بزاف هادشي. والاب اللي محروق لحمو كيطيح يتسناو حتى يجيبوا ليه يجيبوا لي الحديد ويجيبوا لي الدواء تاع بيتادين بيتادين ما كاينش ما خلوناش ندخلوا راه ما خلوناش ندخلوا دابا عطاونا الورقه باش نجيبوا الحديد ونجيبوا الدواء. البارح مع 12 لاروب كيقول لنا الجيران فاش فرقعت البوطه والعافيه شعلة 12 لاروب عاشي متى جات البونبيه ما وصلوه لنا حتى لا بيلات غير اللي جابوه قال لك الجير سعيد بعدا الجي صحابو اللي هزوه في الطوموبيل اللي هزوه في الطوموبيل حتى للسبيطار كان شي واحد تلاح مطوازيان كان شي واحد الدري الصغير الدري الصغير تلاح من كتر ايام من كتر ايام تلاح مسكين عنده شي 10 سنين ولا ما تسعش 9 سنين اللي عنده ما عرفناش حتى هو راه في الانعاش في الانعاش حتى هو حتى واحد ما شافو دابا يلا غنشوفو شنو غادي نديرو. نمرة خو 0679 07 08 09 خوها عبد الباسط.